السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. اليوم ان شاء الله رايح احضر لكم كيكة الجبن بالزعتر. يلا خلينا نشوف مقادير الكيكة. كيك جبن مثلث، زيت، ماي، زعتر، بيض. جبت حلة ورايح اضيف هالمكونات اللي انتم تشوفونها من بيض وزيت وماي كلها في وسط الحلة. هذا الماي، هذا عبارة عن كوب ماي ونص، هذا ربع كوب زيت بالإضافة إلى بيضتين. ورايحين نخلطهم مع بعض. الآن رايح أخلط المكونات اللي ضفته قبل شوي. بعد ما خلطت المكونات رايح انزل الكيك على مرحلتين، هذه المرحلة الأولى وبعدين بخلط. ايوه بنفس هذه الطريقة، والآن رايح اخلط بالخلاط. خلاص هذه المرحلة الثانية والأخيرة في عملية الخلط. جبت حلة ورايح انزل فيها الزيت وادهنها بنفس هذه الطريقة، بعدين رايح انزل اللي هو الخلطة اللي حضرناها قبل شوي. بعد ما نزلت الخلطة في الحلة قطعت جبن مثلث ورايح اوزع عليها بنفس هذه الطريقة. بعد ما وزعت الجبن خلاص رايح انزل الزعتر بنفس هذه الطريقة. هذا التوزيع النهائي للزعتر والجبن. خلاص الحين بننزلها في الفرن لمدة قرابة 20 إلى 15 دقيقة. بننزلها الآن في الفرن زي ما تكلمنا قبل شوي. قبل شوي شغلت عليها في الفرن من تحت، والآن شغلت عليها من فوق عساس انها اوشكت على النهاية. هذا الشكل النهائي لكيكة الجبن بالزعتر. هذا شكل كيكة الجبن بالزعتر، وعلينا وعليكم بالألف عافية. أنا الآن رايح أجرب.